أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم تأجير محل للصراف الإلكتروني ولكنه يتبع لبنك الربوي؟ إذا كان لك رصيد في البنك، إذا كان لك رصيد في البنك وتسحب بالبطاقة من رصيدك فلا بأس بذلك، تسحب من البنك اللي أنت مرصد فيه، أما أنك تسحب من بنك آخر والبنك الآخر يأخذ من رصيدك ويأخذ زيادة على البنك، هذا إقراض للبنك اللي فيه رصيدك وبزيادة، ما يجوز. خذ من صراف البنك اللي فيه رصيدك أنت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تأجير محل للصراف الإلكتروني على بنك الربوي؟ السحب هذا مباح، إذا كان لك رصيد والناس لهم أرصدة ويسحبون منها هذا مباح، لا يجوز تأجير المحل، لأن هذا ما فيه ربا، هذا سحب من الأرصدة الموجودة، الناس يحتاجون إلى هذا. نعم.